لا 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 بالنسبه للقرار كان قرار صادم، هذه مساله مفروغ منها، ماشي صادم ليا كمستخدم، مي صادم للجميع المغاربه، الناس اللي كتحرك باش تسافر تدوز العيد مع العائله ديالها، فهو كان قرار صادم. بالنسبه للوقت اللي تقال فيه، الناس كانت كتسمع الاشاعات غيوقفوا الكيران غيوقفوا الكيران غيوقفوا الكيران، ما كاينش شي حاجه من موسى. كون كان القرار تخادر 48 ساعة قبل، كنظن أنه كان غادي ينفس الوقت بزاف. بالنسبة للحالة الطرقية بالأمس، يعني حالة يرثى لها، بيني وبينك ما كتشرفش المغرب، رغم البنية التحتية اللي غادا كتطور رغم كل شيء، فالبنية ما استحملاتش وما استوعباتش الكم الهائل ديال السيارات والكم الهائل ديال المسافرين، ما استوعبتهاش، رغم ان القرار دخل بطريقه مفاجئه، وحتى الناس في الطريق ما عارفينش اش غيديروا معنا. الانسان كيقول لك بين 12 الليل ما يدخلش، انه جاي من الدار البيضاء ما غيدخلش ورا 12 الليل، خاصو يدخل، يحاول يدخل قبل من 12 الليل. بالنسبه لي انايا، انا دخلت المحطه دابا لقيت ان الناس كيركبوا، يعني الناس كيجي المسافرين كيهضر، السلطات المحليه او السلطات يعني ديال الدوله باش تحيد الاكتظاظ، كان يمكن انها قدمات الكيران لعباد الله باش يركبوا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.